الله في البوابة. هيا 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 هذه العبوات تم هذه العبوات تم استخراجها اليوم من مدينة الفرقة. هناك عوامل كثيرة لإطالة الحرب، ولعل أهم هذه العوامل هو التدخل الإيراني السافر. إيران تتدخل بقوة سواء من خلال الدعم اللوجستي للميليشيات الإنقلابية أو من خلال دعمها بالتسليح. هناك أجزاء لصواريخ بعيدة المدى تصل إلى الميليشيات الإنقلابية مفككة ثم يعاد تركيبها وتجميعها في الداخل. وأيضا هنا خبراء إيرانيين في التسليح العسكري يعملوا على تطوير هذا الموجود من الصواريخ بحيث يصبح بعيد المدى ويصبح ذا قوة تأثيرية أكبر. هناك أيضا التقنية الحديثة التي بدأ يمتلكها الحوثيين وهي الطيارات المسيرة وهي طيارات استطلاعية. إلى الآن ليس هناك جدوى عسكرية كبيرة لهذه الطيارات حتى الآن، لكن الخطورة أن تمتلك ميليشيات الحوثية مثل هذه التقنيات وأن تستخدمها في الحرب الدائرة. فيكم شي مشي دلدلك فيكم.